بص بقى، احلى اكله ديت على فكره يا جماعه، بطاطس وفول وجبنه. لقمه هديه كف بيا على قد الايد. بس ناكلها مع بعض سوا. تعالوا كلوا معايا. واكله جميله وخفيفه على المعده بصراحه، اكله جامده جدا. بل فانا وشيف يا ولاد، هي بسيطه بس حلوه يعني، الحمد لله. لمت العيله بالدنيا بحالها. ايوه طبعا، لمتنا على بعض سوا الدنيا كلها. امي قعدت تقول لي انت مش تسلق بيضه ولا. فعلا يا جماعه ما اعرفش هي الميه بتتحط مع البيض ولا ما بتتحط. البيض بيتحط لوحده. لا، البيض بيتحط من غير ميه. البيض لو اتحط لوحده يفرقع فيك يا منيله، يعمل قنبله كده وقوم فرقع فيك لو حطيتيه من غير الميه. بس بيطلع البيض ايه؟ مفيش حد عمله في الدنيا كلها. بيض اومليت. طب صلى على النبي، انت بتقولوا فيها زمان لما كنت اجي اخبز في الفرن البلدي وكنت الاقي الفراخ بايضه، علشان ما اقومش وانا حرقانه وكده كنت اجيب الخمس بيضات ارميهم في قلب المحمل من تحت يتسلقوا واطلعهم واقشرهم وناكل. اقسم بالله كنت ارميهم في قلب الولع يطلعوا مستويين، وعلى شرط ما كانتش بتاخد سوا كتير وكانوا بيطلعوا مستويين وطعمهم عسل. كلها ان شاء الله. الراجل ان اللقمه كده يكون على قد، بس يكون واحد يستطعمها وياكلها. كفايه لما تلعبها مع بعضها. ايوه طبعا. حاجة بتضايقني. وعلى فكرة يا جماعة، الواحد لما يجي ياكل لوحده ما بيبقاش الأكل اللي يتعب. ممكن يزور كمان. ما تيجي لما كده بتبقى الأكلة إيه حلوة. ممكن الواحد يزور. ممكن الواحد هيزور. فرق عليا كتير. والواحد هياكل اللي هيزور إيه يعني يا محمود؟ أنت لا بتاكل لحمة ولا فسيخ يا ابني. أنت بتاكل إيه دلوقتي؟ جبنة، فول، طماطم. رضا. بس نعمة يا رب، نعمة أحلى من الفراخ واللحمة. نعمة ويحفظنا من الزوال، قولوا أمين. اللهم آمين. مش حارق. مش حارق. مش كله. والعيان وباله كام يوم ده ما بياكلش يعمل إيه؟ لا هي لا 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 محيق معاه لا جبنه ولا لحمه ولا كلام من ده. يا رب ارفع مكتبك وغضبك عنا يا رب. يلا يا سوسه معانا، يلا بقى انزلي زينا، يلا كلي معانا. وبعدين يا هبه، بعد ما تسلق البيض بقى من غير بتاع، انا معرفش اعمل. بس انا معرفش بيحطوا له ميه ولا لا. طب صلي على النبي. البيض المقلي بيحطوا له زيت ولا لا؟ طب صلي على النبي. طب المحشي بيتحشي ازاي؟ بحط الكرنبايه واقعد الف حواليه. يا نهار مع حركات اللف بتلف. مش هما بيلفوا الكرنب. انا بحط المشوية. انا بجيب الفرخه من عند الوليه برشها كده، اولع عليها كده. هي فيها شوك زي انا. لا زي الهنود او ايه، زي الصينيين. مش انا بقول ما حدش يجيب الفرخه ويشنوها. هي ممكن تجيب الفرخه وتشنوها وتستوى وتحمر وتعملها كده وخلاص. فهي كده بتتشوي، بيحطوها على البوتاجاز كده برشها كله كده بتتشوي. ده تطلع احلى ريحه واحلى كلام من ده في قلب طعم الفرخ. فاكره ايه؟ بقى اوحش طعم في قلبك. على فكره انت ما تفهميش في الاكل. اسكتوا بقى، انتوا طلعتوا ما بتفهموش في الاكل. ايوه طبعا. احسن طباخه قاعده جنبينا. امال ايه؟ انتوا مالكم انتوا؟ انت يا بنت يا هيبه، انت تاخد نمره واحد في قلب الاكل. انا هديكي شيف عمومي يا بيه. والله يا اما المفروض لما بنيجي نروح بقى، انا لسه هرمي زباله في الشارع، انا زحت تحت الكنبه ورايح دماغي. هي دي النظافه ولا بلاش؟ نمبر 1. ايه وجع القلب؟ نظافه نمره واحد. ربنا يسعد بنتها لما تيجي. هي وبنتها امنه في رقبه اليوم الايام. ممكن تقول لك انا رب مين؟ انا ليا بركه اللي هيبه وبنتها. قلبي يما. قلبي ليا. ويبعد عننا العوازل يا رب. يا رب. يبعد عنا الشر بس والحاجه الوحشه. ايه ده كله؟ انا جيت اهو العيش خلص. قلت اقبل لهم بقى الطبع على واقبل لهم. البرد عامل عليا.
مش اكتر مخلي طلع من نافوخ دلوقتي. كتر الشطه بتجيب ايه؟ اللي بيظبط لك العباد على قدك ويخليها خلي بطك تبز لبره كده. ايه بتعملها ازاي؟ بتبقى عامله زي القطيط، تمسك الخيط والابره وتنزل. يا جماعه بحب اخيط، انا امنيه حياتي اكيد ممكن في حياتك تنزل. البنت دي تقول حتى تبقى خياطه يا دي. هتجيب لك ان شاء الله كانت خياطه، بس انت عارفه ليه؟ الحمار، عشان تخيط الحمار تفضل تركبه عليه. اشجعك يا بنت هيب طالما انت عايزه تخيط. اه بالطريقه عليه. ما كنتش تخيطها، انت فاكره نفسك خياطه بيها؟ ايوه خياطه، انت مالك ايه؟ انا كنت خياطه على فكره. مرات ابن نفسها في كده واجيب لها اللي هي عايزاه. انا قعدت زرف قلب الشركه كرر الخياطه باللي فيها. لا انا احبها ان انا اعمل حاجه لنفسي، اما انا اشتغل عند حد يلي مرات ده بيبقى رهان كافي. لو اشتغلت عند حد لا اديكوا جربتها وطفحت الدم قلت لا مش عايزاها. انا كان نص يوم بيتخسر. نص يوم بس؟ ده نص في يوم، فاجي اخر الشهر ما بلاقيش. من الواحده بتبقى قايمه الساعه 5 الصبح قلب تجري عشان تلحق الاوتوبيس اللي بيمشي، وفي الاخر نص المرتب بيتخسر. 8 ودقيقة اتأخرت عن 8 ودقيقة لازم يكون من نص يوم. بيه ده بقول لك انا ببقى واقف هنا الساعة 6 الا تلت، رحت 6 6 و الا ربع خلاص يسيبوا. لا احنا عشان تبقوا جنب البيت تبقوا قدامه كده ويسيبوك ماشي. قولي تعب اصلا بقى يا مزاجه، يا مزاجه لما يكون رايق ويا ستر لما يتضايق. يا سلام جبنا على حته خياره يا حر يا محمود كان نص شغال. محمود بقول لك ايه، يا نهار ابيض بص 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 الجبنه قد ايه يا جماعه. اصلا سلسبيل ولا ولا بتاكل فريخ ولا بتاكل لحمه، ما بتقدرش تاكل الحاجات دي اصلا. ما بتاكلش غير ايه؟ قال لها جبنه. بالنسبه لها دي الجبنه اكن لحمه. ماشي بالنسبه لها الجبنه دي لحمه. ماشي ما بتاكلش اي زفر. نيجي تاخد نايبه ترميه ما بتقدرش. دي ما عرفت ان جدها جايب جبنه، انت ما تعرفيش ايه فرحتها كانت شكلها ايه. انا مش عارفه طلعت السكره دي ايه. كانت فرحتها طايره بيها وتقول لامها ايه قومي خلينا ناكل. ولا انت عايزه دي؟ ما انا امها بتقول لها جيب لك تاكلي. لا لا انا مش جعان. ده يا هدير ابوك جايب لنا جبنه. يا هو انت جايب الجبنه دي مش عشان خاطر اسر السلسبيل؟ ايوه يا عم شبه لك كده. لا ليه؟ شايفة؟ ونسيح فكرتك بإيه وهي عاملتك الجبنة كده من شوية بتقشط وهي صغيرة؟ هي غادي بتقشط هي كده على طول بتعدي. رمضان فضل عليها قد إيه؟ خلاص فضل هو كام 20 21 واحد؟ خلاص احنا 11 3 11 3 رمضان 11 3 هيبقى يوم اللي هيبقى بس الأول بس صدقيكي في نص الشهر الأرض هيجي بعد ما عشان الأرض يخلص. هيبقى يوم الاثنين والمغرب هيدان 6 ونص. هو احنا كام رجا؟ احنا كام رجا؟ والله ما اعرف، ما عندناش نتيجة. النتيجة خلصت ما جبناش غيرها. جبنا نتيجة يا جماعة. احنا 21 يعني في يلا اتفرجوا على الفيديو. احنا 21 ابعتوا لنا نتيجة دريفل. حتى بيه يا جماعة ادعوا لي انا هولك في رمضان. قولها حلو هيجي في رمضان ومش عارف اسوق. لا مش هنبقى في حر على فكره، هيبقى الجو حلو جدا في رمضان. ما بين الربيع وما بين الخريف. ما في الشتاء. فمش هيبقى حر، فهتصومي انت مش هتحسي بالصوم. وهيبقى اليوم مش طويل. اه. هيبقى حلو. بس الساعات ما تجيش على اول رمضان وتتغير. لا هتيجي على اخر رمضان وتحس ان هي تشقلب حالها وبقت عاليه شويه. بدل مثلا في المغرب انت الساعه 6 بالظبط. 6 ونص وربع يدي بقى يزيد دقيقة دقيقة كل يوم يزيد دقيقة. عايزة ما أحلى صيام في رمضان الجو الساقع. بس انا كنت بحب اصوم في الصيف اساسا. لا الصيف بتبقى بتحس كده ان هو ليه لذه و وشجن كده شجن على فكره. انما في الشتاء ما تحسش بطعمه. بدك لاحق بدك الشتاء ما كانش بدك بلعب كم يوم في الشتاء. كم يوم الجو حر في رمضان. الحرر يجي اسبوع ما لحقش قوي برضه. الجو كان صعب ما حصلش بردك وخلص بسرعه. لا يلف في ثانيه. انا نفسي اصلا طول السنه يبقى رمضان يبقى جاي بخير. ما هو الواحد بيجي شهر رمضان يقول يا رب بلغنا رمضان اللي جاي. يا رب السنه بحالها تكون رمضان. يا رب كل سنه طيبين ونفضل في الجامعه دايما ما تشوفش. اللهم امين. ويبعد عن التشتت يا رب. ونزيد يا رب من ايه؟ اللهم امين. ونزيد بالحبايب كلها. اللهم امين.
حاجه حلوه قوي قوي لمه رمضان، بالذات على الفطور. المدفع يضرب، اللي ما لقاش كوبايه البلح في ايديه يضرب اللي قدامه، يبقى خسران. نقعد نشرب في ميه وفاصوليا، ده رمضان يا جماعه. هو فاضل كام يوم؟ الواحد ما بيدورش على الاكل ساعتها، بيدور يقول كوبايه البلح ما جاتش ليه، المغرب مش الدن. ميه وعصايه. ايه بقى فاضل كام يوم ولا كام شهر؟ رمضان؟ لا ده خلاص فاضل شهر و10 ايام، يا شهر و12 يوم. ياه كل سنه وانتم طيبين. ياه ايام بقى هتعدي وتجري بسرعه. عدى اكيد اسبوع. طب ده اقول لك انا عطشان يا اخي، انا محمود هشرب. بقول لك يا عمك ما تشربيش. اه السنه اللي فاتت اكيد اسبوع. ايوه والله. ما عادش اكتم. دي اوحش حاجه بقى، ان بصي بقى بقول لك ايه، ايامك تبقى صعبه جدا جدا، ان تحس شهر رمضان ده يوم واحد. اوحش حاجه. الاول الواحد كان بيحس بشهر شهر سليم، دلوقتي لو رمضان بيجي يا دوب اه كان اسبوع فات على الواحد، الظهر كان يوم، يعني السنه كلها تحس ان هي فاتت يوم واحد بس. السنه اللي فاتت ما حسيتش بيه. اه والله. هدي اقرب من اللي بيوصلك لنهايه العالم. اول يوم رمضان هنصور لكم واحنا بنتسحر. وبنفطر، نتسحر بس، نتسحر ونفطر. ونوريكم يومنا كامل. هنوريكم يومنا كامل. هنوريكم احنا بنعلق الزينه واحنا بنحرك كتير. اه ما احنا هنعمل زينه اكيد. هنعمل زينه. فانوس كبير. هنجيب فانوس كبير. خليك محمود يعمل لنا فانوس كبير. ان شاء الله. انت عايز فانوس قد ايه؟ نجيبه تقولك ولا توصل السبيل؟ ما انت تبقى ليها سنوات كريم. كريم يا رب. رمضان كريم. نجيبه طريق؟ هنكتب عليه رمضان كريم يا رب. قد ايه الجبنه والبطاطس والحاجات دي بتبقى مبروكه، الواحد ما بياكلش منها. ده اللي جاب الدواء مش ده السخونه بتاع السكسبي دي، لسه من جاب من شويه. ما تبقاش تاني ده سخن التاني. لا دي عايزه حقنه بقى، ما تاخدش دواء عشان نقول اسنات هتاخدها وهات كيف. سلسبيل هتاخدها وهات كيف. هاتوا الحقنه، هاتوا الحقنه. سلسبيل هتاخدها وهات كيف. وانا هعمل لكم ايه بقى روتين اليوم في زني، ان انا ايه بقى عايزه تفطر. بص الروتين اليوم في الزن بتاعها، يبقى انا مش هستحمل يا هدي. كل اللي بتقول لك ايه؟ يبقى هتضايق خلقي. ايه وانا ليه ناشف وحده دي مراره ومش عارفه افطر ازاي. اجي قبل ما اصوم اجيب لي بقى ايه؟ شيبسي وكاراتيه والحاجات دي وعينها وانساها، وانا باكلها في السحور وانساها. واحنا بعد كده نفهم ان انت يا ملك. اجي بقى بعد ما اصوم اطلعها وافتكر ان انا صايمه. ادخلها فين؟ ادخلها فين؟ بعد الفجر بنعمل ايه انا وانتي؟ بنعمل ايه؟ نقطع البلح. بنعمل ايه؟ نقطع البلح. على طول الفجر بيبدا ان هم يفصصوا البلح. بنصفصف البلح. اه بيفصصوا. بيصفصفوا؟ بيفصص البلح مش صفصفوا. ونحطه في صفصف ايه؟ احلى حاجه بقى امي بتعمل شويه كنافه في رمضان. انا عارف ان هو بيفصص. احنا جينا الوقت الجميل. صلى على النبي. هي كنافه في رمضان او قبل رمضان بتاعتي اللي بتبقى عامله؟ لا جميله 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 يا امي. نعم. وبعد الفطار بقى بنعمل ايه؟ نوريكم اولع صواريخ في الشارع ازاي. والسلكه. اه مش طارق. تعرفين بلم مستحب كلهم. ودي حوار. واللي عاوز يجي لما يجي. بنعمل ايه في الشارع بقى؟ نجيب ب 20 جنيه سلكه على 20 جنيه صواريخ. ممكن نجي وهم قاعده نفرقع لها صاروخ وقاعده جنبه تقوم عامله كده. انتظرونا رمضان السنه دي بجد هيبقى كله مقالب في بعض. هيبقى كله مقالب في بعض. هنعمل مقالب في بعض جامده طبعا. بعد الفطار هتعملوا مقالب في بعض لما تشخخوا بعد ما قالب. ايوه. واللي بعد الفطار ده هعمل لهم انا صايمه. اه اسمعي، يعني انا ناويه تمارس، انت بتمارس اللي هي بتعمله في شهر رمضان الصبح. هيبقى يوم جميل. الصبح ازاي؟ تولع السلكه وتجيب قنابل تولعها تحت رجلي زي ما بتعمل كل سنه. تسلي صيامك يعني. اه وبص بقى تنكد على مين؟ على امها. تسلي صيامها وتنكد عليا هنا. انتوا عارفين مش هخش البيت اول يوم رمضان عشان بقى يجي لي كل اكيد ان انا صوم اول يوم رمضان. عارفه انا هجيب ايه؟ ما اخشش البيت عشان ما يجيبش الميه. والأكل. انا عايز اقول للناس حاجه يا جماعه، انا بوريكم ايامنا كلها اليوم كامل احنا بناكل ايه بنشرب ايه، يعني يوم كامل بقول لكم يوم كامل اكلنا وشربنا فيه. يعني كلنا النهارده بطاطس وفول، بقول لكم ان احنا كلنا بطاطس وفول. كلنا لحمه يا هدير، بتقولوا احنا كلنا لحمه.
خرجنا يا هدير. بتقولوا احنا خرجنا جايبين لكم معانا كل حاجه. اتفسحنا. بتقولوا احنا اتفسحنا. اي حاجه بتجيبها من بره بنقولها لكم. وانا هجيب بومبا. بس اسكت البرمضان السنه دي هعمل حته دي بقى على فبيت دي هنا. شفتوا يا جماعه جبنا لف. يا زلمه انا هتيجي تحضر معانا اخر 15 يوم في رمضان. اه على خير الله تيجي بالسلامه. نجيب لها لبس العيد. انا اجيب لها احلى لبس العيد. لا اجيب لها حته فستان كده. لا لا ايه انا بس. انت بس انت مقبوله بيه؟ اه انت بس ايه استنى كده بتاعت اللي هي اختهم الكبيره. انت بس ايه هي تاخد عيديه؟ استنى بس لما تشوفها هي عايزه بس ايه؟ اختها الوسطانيه. انت كشرت قوي كده ليه؟ يلا انا بس. انت بس ايه؟ انا بس هاخد عيديه وفلوس بس وعيا. واللي جايه؟ انا هصحى اللي جايه ما كانتش تاخد قبلكم كلكم مش هديها. لا مش هدي حد. لا مش هتاخد. انت ايه رايك يا اسنات في الكلام ده؟ اللي جايه تاخد مصروف زيكم ونجيب لها لبس ولا بلاش؟ ده اسنات ده من جد. خد مقطع. ما انت عايزه تدخل كلمه شنو مقطعه؟ اه معلش ولا هو انت مقطعه؟ هدير خليك في نفسك. هي كل واحده تقول حلميه. انت مالك انت؟ انا هديها 5 جنيه دي. وانت يا سنية يا سلسلين هنلبس خليك محمود ايه؟ هتلبسها فستان؟ عارفين يا جماعه في رمضان هجيب ايه؟ بص ازيك انت كده عارفين البومبه اللي بتنفخها كده اهو شايفين؟ وبعد كده طول ما في ارض تتفكر اهو انا هجيب يا محلى لفت يا محلى لفت. انا السنه اللي فاتت كنت جايه من بره الحته دي كده محروقه. الحته تشدك اصلا. فانا هعمل ايه بقى السنه دي يا جماعه؟ عارفين دقدق بالنسبه لنخالي محمود هيبقى اب جديد بيعمل وحده ماشي إيه؟ برجر ب 15 جنيه بالنسبه لنخالي محمود هيبقى اب جديد وكده وكده. فانا هعمل حاجه ايه؟ لحمه قطع. هعمل حاجه البنت اللي هتيجي عاوزه فلوس مني هديها بليزه. في باريزه او مفيش باريزه قدام. واللي في باريزه كمان يا ست هي تستنى لها باريزه. انت في دماغها. انت مايه لا باريزه شيل هي تعمل لها باريزه. انت ليكي فيه لحتى ربع جنيه الكرم 50 قرش الكرم مفيش غير جنيه. لا انا هديها نص جنيه. الجنيه ما بقاش يجيب الا لبانه يا ست. هي حره لبانه ب 2 جنيه. هي عايزه تدلع بنت خالها. انا عاوزه ادلعها واديها نص جنيه. اهو هجيبها ولا بس يا جماعه عايزه اقول لكم واشوف ابويا اديها نص جنيه. عايز اقول لكم يا جماعه ان البنت دي هي بالذات كنت بروح اشتري لها علبه الشوكولاته الفجره وتيجي كل ما تطلب مني فلوس اقول لها خدي فجريه اهي. خدي فجريه فجريه. ايوه الشوكولاته والله قد كده. الشوكولاته الكبيره دي النوع الكبير النوع الفخم النظيف ده نوعها ايه؟ هي بالذات علشان بس عايزه اقول لكم يا جماعه بجد دول دي بتتكلم كده ودي بتتكلم كده ودي بتتكلم كده بس هما الثلاثه هيبقوا حن و ده هيتخانقوا على عشان يشلوها. لا ما مش هخلي حد فيهم يشيلها بالذات البت دي. لا شيلها كده يا مش اديها على فكره في العيد بيضه حمراء يا جماعه من السخونه يا جماعه عشان كل ما اكلمها يا جماعه من الصبح. عارفين اصلا انتوا عارفين اصلا اول يوم الاسبوع يا جماعه هطلع هبه وامها وابوها هبه وبنتها وجوزها هطلعهم بره يعملوا اسبوع في اي حته بره واحنا نعمل لهم هنا اسبوع يا جماعه وكمان ندفع فلوسه وحتى يقولوا لنا ما نشيلش البيت ويجيبوا لنا حدهم جديد. يعني كمان هنعمل اسبوع وتقول لهم ما تشيلش البيت مش عاملين لك اسبوع يرحم. انت لابسه ده جايبه منين يا جماعه؟ لسه زي خالها. انتوا الاثنين توايق. خدت كده اللي جايبه لي. اه طب انت عامله فيها كده ليه يعني؟ ايه المشكله يعني؟ عارفين يا جماعه انا في العيد هدي بنت خالتي ايه؟ هديها 50 جنيه دي. ايوه يا هبه. ايوه يا هبه. لا سلسلي بقى استنى بيبقى معاها فلوس كتير في العيد. ما عارف ان هي بتبقى معاها هيتخانقوا عليها بس كلمه 50 دي مساعه قوي. لا مش مساعه لان بيبقى معاها اكتر من 50. طب بص اقول لكم من الدين خالتي بقى تديني 10 جنيه. 10 على قدها هتديكي 50. ماشي وانت هتديني ايه؟ 50 برضه. عايزه 100؟ 100. وتيتا هتديني 200. لا تيتا هتديكي 100. لا انت عايز من تيتا 200 ليه؟ وخالتي هتديني 100. خالتي دي مش هتديكي حاجه عامة. لا ما احنا هنصور العيدان ان شاء الله السنه دي نشوف ابوك وامك هيدونا ايه؟ هنقف طابور كده ليه؟ ما لناش دعوه. ماشي ما احنا هنجيب دي هنصورها كده كده حتى الصغير
صغيره هخلعها والعيديه تبدا وهخليها تقف والعيديه هتبدا من 500 جنيه ل 500 جنيه بلاش كل واحد فينا يا جماعه ادي كل واحد فينا 500 جنيه استمر بقى كده يا 500 جنيه ايه يا بلاش اديني بس كده ما خدش انا عايز الف جنيه يطلعوا كلامك كويس اقول لكم بتقول لكم ده هتوقفها كبرت خد العيديه معانا مين يا حضرتك هم راسين ان انا لسه هعيد انا عايز ال 1000 جنيه عشان اعيد براحتي اسمعوا اسمعوا إيه؟ شو بتقول لكم ايه انت بتقول ايه يا هبه ومين اللي هتاخد عيديه زينا هناخد كل واحده 500 البنت عايشه العيش من البيضه عايشه ما هي البيضه دي هتاخد هديه استغفر الله العظيم ده هتاخد مين عاوزين برضه هتاخد مين وهتاخد من امك وهتاخد من شنو يعني على اساس ان انا هي الوحيده على اساس ان انا ما بديكيش هديه معفنه يا سمره انت ما عم فايق بقى طيب دي كان انت عايز كده دي بتمسك الفلوس اعملها زي ما تكون عقده كده ونلبسها وعارفين جدي طب انتوا عارفين بقى ان انا بس. يعني مش يعني متوعيلة ان في حد جه في العيلة جديد اه مش اه ما عندهاش وين ان حد في العيلة جاي جديد ما حدش في العيلة جديد وابويا هيديله فلوس كتير لا غيرها ده احنا لا ما هو انت هي عندها حسرة ان في حد جاي جديد هياخد فلوس غيرها ده تاخد ده بابا هي لما بتاخد المصروف من ابوك هي بتقول ايه على هبة هدوم يا جماعة على فكرة هنصوركم واحنا بناخد الهدية في العيلة عارفين هنبص طب بص كده ليه؟ طب لا مش هخلى ابويا يديها فلوس هو بس انت مش هتخلى ابوها لو ابوك ما ادهاش ابوها هو اللي هيديها كاكشيري بس ريح نفسك انت بتقول كده انت مالك انت ومال الكلام دي؟ ما تديها انت حور احنا مان اديها احنا مان يا جماعه روح اسئلتها تديها وسلسبيلها هيديها انا كده تبور وانا بقى سلسبيلها تروح تجيب لها وانا لو اديتها انا لو اديتها اديها 50 قرش عشان ما تروحش يا جماعه عشان تفضل ذكرى معاك لحد يوم العيد يا جماعه عارفين هنقف كده بابا يا ولا انت وياك هيشتركوا حاجه لا هاخدها مصورني تيتا تدينا ايه نبص ايه ده وبعد كده تتصور ايه العيديه ايه ناخدهم الاربعه كل واحد ايه اصيله يا ام رحيم 200 جنيه اصيله يا ام رحيم ونروح ايه اصيله اقسم بالله على جدي اه هي بتقول اه هي اصيله اصيله ام رحاب اصيله بموت فيكي يا ام رحيم هاتي بوسه من عندك كل واحد يبص ايديه عشان يدينا العيديه بس انت من غير ما تبص ايد جدك بيعمل فيك ايه يا يعني مش لازم انا مش عايزه ابص ايد جدك بس لازم برضه ليه بتفكري جدك كنت احترام اولا بقى خالي محمود لو شفت الدبت الجديد ونجيب بقى فستق ولستق 3 جنيه اديله فلوس اديلها فلوس اطيقين عيش بنتها اصبحها بعلقه ومسكها بعلقه ما تقلقيش الفلوس دي لما تيجي عند البيت مين اللي هياخدها؟ انا استني 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 خليك واضحه الام اللي بتاخد العيش ريح نفسك هيقلب البيت؟ لا لما تيجي عند البيت مين اللي هياخدها؟ نشيلها لها عشان لما تيجي عارفه انت هتعمل ايه يعني لما حد يجي بس يجي يعيد علينا ما تشيلوش البيت عشان لما حد يجي يديها عليه وياخدهاش هو مش هيقلها ساعتها نقول لهم ايه يا جماعه وهديه بتيجي وهديه بتطلع ما اكيد كده هتطلع كاكشير الواكسه انت طلع ايوه ايوه انت تاخده وهيطلع ما تدوش حاجه ايه ده انت تبدا كام يا تولي ده اولا شوف عيد عرفت